73,926 سؤال ثاني 2,468 تقسيم 2 1,234 يجدد 9,801 99 أنا طالب عمر خميس من أبناء كفر تخارين من الصف السابع من 3 سنوات أعلن مركز الحساب الذهني عن بدء فعالياته شاركت بالدفعة الأولى المستوى الأول وأخذت شهادة أهلتني للمستوى الثاني خلال فترة زمنية شاركت أولمبياد على مستوى كفر تخاريم وحصلت على المركز الثاني 1,253 زائد 6,346 ناقص 7,432 زائد 8,622 8,789 أنا الطالبة سنة حاج عبد الرحمن الصف الخامس أنا طالبة من مركز أفاق تعلمنا بهذا المركز مستويين مستوى أول ومستوى ثاني والأستاذ علمنا إجراء عمليات معقدة بسرعة حلمي في المستقبل أن أصبح صيدلانية دي الجواب 226 226 طبعا أنا بتوقع لحالي نفسي أني يكون لي مستقبل مع الرياضيات بحب أني أدخل في مجال الهندسة البرنامج عم نشتغل عليه حاليا يسمى برنامج استيماث والذي يعتمد بشكل أساسي على عقد الأصابع وفي مستويين يتضمن المستوى الأول والمستوى الثاني اليوم الحمد لله أقمنا حفل تكريم وتوزيع الشهادات لأكثر من 60 طالب وطالبة في هذا المجال طبعا الحفل كان عبارة عن تشجيع وتحفيز الطلاب من أجل الاستمرار في هذا المجال سواء في هذا المجال أو في بقية مجالات العلمية الأخرى